انا عارف ان في القسط بتاع مدرسه ياسمين قرب، انا عارف، هعمل ايه طيب؟ حاضر حاضر. ومريالتين ليه؟ ما كفايه مرياله واحده وتلبس المرياله بتاع السنه اللي فاتت يا رانيا. ماشي، وايه؟ كراريس من الموسيلك؟ طب ليه كراريس من الموسيلك؟ طب ما ممكن دفتر واحد تقسمه على اربع مواد، ما انا ايام عملت كده وكلنا اتعلمنا كده يعني. حاضر يا رني، حاضر، مش عارف اجيب فلوس منين بس هتصرف. حاضر حاضر حاضر، ماشي، مع السلامه مع السلامه. خير يا دولة؟ ايه محتاج فلوس؟ قول يا عم وما تتكسفش، قول. انا لو محتاج فلوس هاخد منك انت يا رمزي، انت كلك على بعضك، لو بعتك ما تجيبش تمن استيكه ولا قلم رصاص من اللي ياسمين عايزاهم. العداد فين؟ خلصوني. عداد ايه يا عم، انت داخل على تاكس فيه ايه؟ هتهزر؟ والله هعمل لك محضر تهرب من دفع الكهرباء. بالراحة علينا. طب يا عم تيجي تاخد لك قلمين، العداد موجود اهو، اتفضل اكشف عليه. يكشف عليه يا دولة؟ هو العداد حامل؟ بتاع 150 جنيه. 150 جنيه حضرتك ما كشفتش عليه؟ ايه واخده بالاحساس يعني؟ احساس ايه؟ انت مش شايف كوم الزبالة اللي مرمي بره البازار؟ وايه علاقة الزبالة بالكهرباء حضرتك؟ لو واحد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول له يح يح ايه؟ والنبي يا باشمهندس سكت حمادة ويشيل الشوربة من على بقه. أنا بقول لو كهربك، لو حد كهربك هتقول له ايه؟ هقول عليه ان هو انسان مستهتر يعني. مستهتر ايه يا باشمهندس؟ هو زوغ من المدرسه؟ طبعا هتقول عليه بني ادم زباله. يا سلام، انتوا ماشيينها كده دلوقتي يعني؟ هو كده من ساعه ما اكتشفوا الكهرباء والناس بقت تزبل مع بعض. بقول لك ايه؟ هتدفع الكهرباء ولا اقطع الميه؟ لا طب وحضرتك دلوقتي يعني ايه علاقه الميه بالكهرباء؟ يا غبي يا غبي يا غبي، ما مفهومه يا ابني. انت مش كل يوم عشان الحر اللي موجود ده بتروح ترش ميه قدام البازار؟ اه. طيب وانت بترش الميه مش اكيد ممكن تطرطش على حد ماشي؟ طبعا يا دول. اكيد ساعتها بقى بيقول لك يا بني ادم يا زباله، ساعتها تعرف ان ده بتاع الكهرباء. احبك انسان واعي ومثقف. حضرتك انا ما معيش فلوس ادفع دلوقتي، ممكن حضرتك تسيب لي الكعب يعني؟ كعب برضه؟ وانا كل ما اعدي على حد يقول لي كعب؟ مفيش حد اداني جنيه يعني امشي من غير كعوب؟ اتفضل يا سيدي ادي الكعب. ايه ده؟ اكيد الراجل ده اتكهرب قبل كده. اه يا دول وانا هعمل ايه بس؟ الحمد لله يا دول، اخدت الكعب يا عم ودفعتش حاجه، بلفته. يلا ما انا كده كده الفلوس دي عليا هدفعها يعني هدفعها. طب انا عندي فكره يا دوله، بص احنا نبطل نرش ميه علشان نوفر في الكهرباء. ما انت يا عيني مش هتفهم، مش هتفهم، هم مصعبينها عليك زياده، ما انت غبي يعني. انا اعمل ايه؟ ادي 150 جنيه غير كده بقى لسه رانيا ولسه كل اللي في البيت غير ياسمين، مصاريف مدرستها والاكل والشرب والكتب والكراريه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه يا دوله؟ ما انا مش عارف، ما انا بقول لك اعمل ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده انت ما جبتش اللحمه معاك ليه؟ ايه اللحمه؟ بكره 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 ان شاء الله يا ماما. بكره ده ايه؟ طب والخضار؟ الخضار هتعملوا ايه بالخضار من غير لحمه؟ معقوله يعني هتاكلوا الاكل ورديحي؟ ما يصحش يعني يا ماما. يعني يا بابا هتجيب الحاجات دي وانا مش هتجيبها. انت مالك انت؟ انت بتتكلمي في حاجه زي كده ليه؟ مامتك فين؟ خدت امها واختها وراحوا فرح واحده صاحبتها. فرح؟ والله ناس رايقه قوي الناس دي، يعني انا مش فاهم في حد يعمل افراح اليومين دول. بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليله. لا 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 لا. الف مبروك يا رانيا، اتخطبتي ولا ايه؟ لا انا عندي حاله من السعاده والانتعاش يا عادل. والحاله بتاعت الانتعاش دي كانت بسبب الفرح اللي انت رحتيه طبعا. يا عادل يا عادل، فظيعه 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 واوفر من الفظيعين كمان. مش عايزه اقول لك الافراح اتطورت ازاي، تجنن تجنن تهبل. اهم حاجه يعني كان في بوفيه واكل وتعشيته. ده كان اوبن بوفيه يحتوي على خيرات الله. وده يعني كان في حلو بقى بعديه؟ يا ده احنا اشجار بقى، موز بقى واناناس وجوز هند بقى مدلدق على الارض وحاجات كتير بقى. ولا الزفه يا عادل؟ مش عايزه اقول لك على الزفه، رهيبه. الزفه؟ ايه 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 الزفه؟ ايه مالها يعني؟ الزفه دي كانت زفه واحده، دول ثلاث انواع من الزفه، سمسميه وبورسعيديه ودمياطيه. وعايز اقول لك بقى ثمن الزفه الواحده كام بقى؟ بكام ثمن الزفه؟ 2000 جنيه. نو نو، 2000 جنيه و3 4 3000 جنيه 4000 جنيه؟ ليه بيقولوا ايه فيها الزفه دي؟ ايه اللي بيقولوا ايه؟ ده اساسا هم ما بياخدوش 3000 جنيه في اليوم، لان اصلا الزفه الواحده بتلف مثلا على اربع خمس افراح في اليوم. نو، اكتر من كده بكتير، بتاع
10 20 حاجات كده. يعني على الاقل الزفه دي بتعمل لها بتاع 10000 جنيه في اليوم. بس كانت رهيبه يا عادل، الناس اتجننت بالزفه، فاكره يا مامي تحفه. ايوه ايوه، بس برضو ما هو اللي بيقولوه في الزفه هو بقى لهم 100 سنه، يعني لو طوروا الزفه دي ممكن يعملوا ارقام اكتر من كده. انت قلتي لي الزفه دي بكام في اليوم؟ ايوه جه رس على شيشه نظيفه بلا قطيفه. دوله انا عايز افهم بقى دلوقتي احنا قاعدين مستنظرين مين؟ وانت متضايق ليه قوي كده يعني؟ ايوه دوله احنا سايبين البازار يا عم لوحده. يا سلام، اللي يشوف كده يعني يقول الواد بيحب البازار. لعلمك بقى انا ما بطمنش على البازار الا وانت بعيد عنه. ماشي يا دوله، برضو ما قلتليش احنا مستنظرين مين؟ عارف يا رمزي، انا مستني ان هو واحد راجل بقى هايل، حته بني ادم تحفه، يالا هو ده اللي هيحل لي كل مشاكل الماديه. لو المشروع اللي في دماغي حصل هينقلني نقله تانية. ايه هتستلف منه؟ هستلف منه وجايبك معايا ليه بقى؟ تضمنني يعني عشان تتحبس مكاني؟ بس يالا بس يالا، انت ما تفكرش. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اكيد طبعا حضرتك بالدخله دي الاستاذ هشيكه، صح؟ احبك واحب اعرفك بتاريخي. انا لالو هشتكها، كبير مصممي ومطبلي فرق الزفه، دفعه محمود رضا علي رضا ومحمد رضا. تحب نقول كمان؟ لا كده رضا وحضرتك، انا دفعه احمد حلمي. امرني حضرتك. انا بفكر اطور الزفه. وانت تفهم في الزفة؟ ايه اللي افهم في الزفة؟ حضرتك انا خطبت مرتين واتجوزت مرة، غير كده بقى حضرت كل افراح اصحابي وقرايبي. يعني خش في الموضوع. حضرتك انا بفكر اعمل دمج بالنسبة للزفة الفرعوني والزفة المصري. وايه علاقة الزفة الفرعوني بالزفة المصري؟ ازاي بقى حضرتك؟ حضرتك الزفة الفرعوني دي اساسا كانت زمان ايام الفراعنة يعني، وطبعا كانت هي نفسها زفة مصري. وبعدين الزفة الفرعوني لعلمك يعني كليوباترا ما رضيتش تتجوز انطونيو عشان الزفة، اتخانقوا على الزفة. طب وانت ضامن ان الفراعنة دول موهوبين؟ مواعيدهم مظبوطة؟ لا عنك انت بقى المرة دي يا دولة. بالنسبة للموهبة حضرتك يعني، فمعروف ان الطفل الفرعوني اذكى طفل في العالم. اسم الله. لحد ما بيموت بيبتدي ذكائه يقل. انا بفكر يعني ان اللبس كله كمان في الزفة هيبقى فرعوني، بالنسبة للآلات المستعملة كلها فرعوني، ودي طبعا احنا مش هنشتريها، احنا ممكن نأجرها من متحف عشان نوفر. طب والرقاصة يا دولة؟ لا الرقاصة برضو فرعوني، لأن المرأة الفرعونية اقتحمت مجالات العمل من أيام الفراعنة يعني. اسمح لي، والأغاني؟ الأغاني حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد، هتحفك بأغنيتين للزفة مكتوبين على ورق بردي هتندهش. والألحان؟ بالنسبة للألحان أعتقد أنها تبقى ألحان فرعوني برضو، هنلم شوية ألحان معروفة نعمل لها ريميكس ننزل بيها على الأفراح نكسر الدنيا. والورثة؟ الورثة بالنسبة للأستاذ حلمي بكر يعني أعتقد إن هو الفترة دي مشغول بستار ميكر يعني، فمش هيعمل لنا مشاكل ما تقلقش. يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات. ما تقلقش، المصاريف والمكان موجود عندي، حضرتك ما تشغلش دماغك خالص، بس واضح يعني إن الاسم على مسمى أستاذ هشيكة. واضح واضح. يا جماعة يا جماعة، فلوسكو كلها هترجع لكو على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها. يا عادل يا عادل، احنا مش ضد اللي انت بتعمله، بس لازم تعرف ان في مستويات بتاعت الافراحات دي لازم تختار منها. انا فاهم قصدك يا حماتي، قصدك تقول يعني اللي بيتولد كبير بيفضل كبير واللي بيتولد صغير بيفضل صغير. انا متوقع ان في خلال فتره وجيزه جدا انت هتبدا تزف افراحنا في الخارج في دول شرق اوروبا، وهتمثل الزفه المصريه بره. ايوه طبعا ده وضع طبيعي، العالميه جايه جايه، انا مش مستعجل. وانا بالنسبه لي كل صحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقول لهم على الزفه بتاعتك، بس بشرط ليا نسبتي. خلاص يا ستي نسبتك محفوظه، بس اهم حاجه تتجوزي وانا اعمل لك الزفه دي مجاني من عندي. بابا انا عايزه اتجوز. تتجوزي؟ ايه اللي فكرك بحاجه زي كده؟ عشان عايزه اتزف. يا ستي تيجي عليا ازف كل يوم وانت رايحه المدرسه، بس انسي موضوع الجواز ده مصاريف كتير. عادل اياك والحرام، الافراح راقصات وخمور. لا يا ماما مش كل الافراح يا ماما، وبعدين حتى لو في حاجه زي كده انا مالي، ما انا طول عمري مثلا ببيع تماثيل، شفتيني مره عبدت اصنام؟ لا يا عادل انت راجل محترم طول عمرك. ازاي راحت علينا دي يا عادل؟
انت ازاي هتوفق ما بين البازار والزفة؟ مسألة بسيطة خالص، مش محتاجة ده كله. إيه البازار بالنهار والزفة بالليل. جم جم ايه في ايه؟ يلا خش جوه، خش جوه، خش جوه يا جماعة بتوع الزفة، جم يلا خش 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 خش. كل على الهوا، كل على الهوا، كل على الهوا. يلا يا مشرفان. سمعني سلام وتحية للناس المية مية، سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك سلام ليالي الحلمية ايه؟ مع احترامنا طبعا للأستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا زفة فرع روني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب الطيبة، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي، انا عايز اعرفك غور من وش يلا. بقولك ايه يا سيدولة، السكة دي انا معرفهاش، ظبط الفرقة والدنيا عربوني. اه عربون حضرتك موجود طبعا، اتفضل. معلش هو عربون قصير شوية لكن هو اللي موجود يعني. هو ده عربونك؟ انا بقى الفرقه دلوقتي عامل لها نيو لوك فظيع جديد، هلبسكوا لبس غريب. رمزي. نعم يا دوله. روح هات الهدوم يلا. عينيا. هدوم ايه؟ يخرب بيتك. ستوب ستوب، جمع ولفق ايه يا اخوانا؟ الكلام ده كلام قديم، احنا زفة فرعوني، كلنا لابسين فرعوني، لازم نغني غنى فرعوني. ايه يا عم القائد؟ هو انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعة لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخوانا، افهموني بقى. يا دولة بقى خلوهم يا عم يطبلوا بقى يا عم، انا خلاص سخنت على الرأس يا دولة. بس يلا سخنت على الرأس ايه؟ انت مال؟ انا بص اساسا انت مش هتبقى في فرقتي ولا حتى هتيجي تتفرج على الزفة. يا دولة انا لو خدت فرصة واحدة بس في حياتي في الرقص دي هضرب دينا وهقعدها في البيت. يخرب بيت انت طموحك يلا تبقى رقصة؟ انت مش فاهم يلا. ماشي 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 ماشي. ايه ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ ماشي ماشي. خد يا رمزي. نعم دول. خد وزع الورق ده على الفرقه كلها، احفظوا الكلام ده يا اخوانا وهتغنوه معايا دلوقتي. حاضر يا دول يا كبير. ها اللي هشوفه بيبص في ورقه غيره هسحب منه طبلته. اي حد يلا يقول كلام غير اللي في الورقه ده قول لي يلا. حد يسجر يا دوله. حد يسجر صح. اقعد اقعد معايا يا اخوانا. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الصلاة على الزين، الصلاة على الزين، الصلاة على الزين، الصلاة على الزين. مين أهو واحد القطرين، مين أهو واحد القطرين. دي 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 راع، دي 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 راع، دي 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 راع، دي 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 راع. الحب الحب الهجر الهجر يا الحب الحب الهجر الهجر يا دولة دولة دولة. حلاوتك مش معقولة. لا ولا ولا ايه ايه المروحه اللي انت مشغلها لي في البازار دي؟ دولا بص احنا بقالنا 10 ايام عمالين نهرف نفسنا بروفات وما جاتلناش لغايه دلوقتي حتى قرايه فاتحه ولا طور حتى. ما يجراش حاجه، السوق نايم دلوقتي بتاع الافراح، يعني اكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا، يعني اكيد عمرو دياب بيشتكي وتامر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. من فضلك يعني حضرتك، وانا بفرش شقتي وكنت محتاج شويه تحف وانتيكات يعني او اي حاجه. انت مكسوف ليه قوي كده يعني؟ وانت مش هتدفع فلوس ولا ايه؟ يا دولة يا دولة احنا في عرض زبون دلوقتي يا عم، شوية تخفيضات يا دولة وتسهيلات، فتح مخك. بص بص رمزي. يا اهلا اهلا، نورت الدكانة دي كلها حضرتك والله. بص احنا حضرتك عاملين لك يعني تخفيض 90%، موافق؟ موافق. 90% تخفيض؟ طب ما تديله البضاعة ببلاش وتديله فوقيهم 30-40%. لا 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 ما بحبش اخد حاجة ببلاش، الفلوس كتير، اهم حاجة ان انتوا تشرفوني قدامنا سايبي. قدامنا سايبك؟ افهم من كده ان حضرتك متجوز؟ لا لسه متجوزتش، الجمعة الجاية ان شاء الله. ايه ده؟ اتجوز لسه الجمعة الجاية؟ لا ألف مبروك ألف مبروك. أيوة 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 ألف مبروك.
ألف مبروك ألف مبروك. و حضرتك لا لا معلش معلش حضرتك يعني اتفقت مع فرقة زفة ولا لسه؟ لا لسه 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 لسه. بص حضرتك انا ممكن اخدمك خدمه جامده جدا. انا ممكن اخدك مقاوله البضاعه اللي انت عايزها كلها اديها لك، وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفه، وزفه مش اي زفه، زفه فرعوني. زفه فرعوني حلو ده حلو ده. ايوه يعني زفه هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها يا ابو العرسان كلها. بص حضرتك الزفه هتطلع ان شاء الله من سقاره كاريتا فرعوني، انت والعروسه هتركبوا، لا انت لوحدك تركب، والعروسه هتكون بقى عند الكوافير في المعبد، واخد بالك؟ نقوم احنا بقى ايه ورايحين لها بالكاريتا كده، وتاخد العروسه ونقوم طالعين عند سقاره مثلا، ولا نروح لا عند الهرم الكبير. اخد حضرتك بقى بالكاريتا كده ولففك حوالين الهرم الكبير، حوالين الهرم الكبير يكون حماد بقى اللي هو ابو العروسه، شايفينه نازل من الهرم الكبير، نازل جري نازل جري خايف. ليه 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 ليه, ليه؟ الهرم الكبير نازل من خوفه. بعد كده بقى ايه نقوم واخدين العروسه ومودينها على النيل، ونقوم رمينها في النيل وتننا راجعين على طول علشان تبقى عروسه النيل. لا حمار 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 غبي انا حضرتك يعني ما تقلقش خالص. بس على فكره الزفه دي ما حصلتش، هتشرفك قدامنا سايبك وقدام العالم كله زفة فرعوني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. زفة فرعوني. والزفة دي على فكرة مش هتكلفك كتير خالص، يعني الزفة دي ممكن تخش لها مثلا في 2000. شو يا دون؟ ايه كتير كتير. 2000 مبروك، 2000 مبروك. الزفة دي ب 500. 500؟ ده أنا كنت عامل حسابي في 1000 جنيه. ما هو 500 دول اللي هم العربون، وبقيه الألف بقى اللي انت عامل حسابك عشان زفة تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله. حلو ده. قادر 500، قادر 500 جاهزين اهو. يا متشكرين قوي متشكرين قوي. ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه الجايه الفرح. حلو. باذن الله يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ناخدك، هنعمل لك زفة ونعمل لك فرح ان شاء الله، تتطلق بعديه على طول. الزفة الفرعوني. الزفة الفرعوني.